السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم كلكم بخير وطيبين. النهاردة الفيديو هيبقى مختلف شوية، مش هيبقى في المطبخ، هيبقى على شوية حاجات هتعمليها علشان مطبخك يبقى ممتاز، اكلك ناجح. شوية تدابير كده المفروض هنعملها كلنا، هنقول مع بعض شوية نصائح، وفي الاخر هنقول الدعاء المستجاب ان شاء الله. في معظم فيديوهاتي كل فتره كده هقول لكم على شويه ادعيه مستجابه من واقع الخبره، يعني انا استخدمت الادعيه دي وربنا الحمد لله رب العالمين استجاب مني، فانا حابه انتوا يعني تجربوا كمان الادعيه دي. اول حاجه احب اتكلم معاكم فيها، اول ما ندخل المطبخ المفروض يبقى عندنا نيه اطعام الطعام. طبعا احنا لازم تجددي النية في كل حاجة، حتى وانت بتعملي الاكل يبقى عندك نية ان الاكل ده ان شاء الله يطلع كويس وجميل، وهيبقى في بنية اطعام الطعام لولادك. ممكن والله كل اكلة بتنادي اكلها، يعني انت ممكن تكوني عاملة اكل وتلاقي حد تاني خالص كل من الاكل، فسبحان الله لازم تجددي النية على طول. اول حاجة كمان، اول ما تدخلي المطبخ سمي الله المكان اللي بيذكر فيه اسم الله والاكل اللي بيذكر عليه اسم الله، ده بيبقى جميل جدا وبيبقى ربنا موفقك فيه، وبصي كل حاجه بتظبط معاكي. واول وفي حاجه كمان عايزه اقولها، لما تكوني تعبانه ومش قادره تعملي حاجه وحاسه ان الدنيا مكركبه حواليك ومش قادره تعملي اكل، في دعاء جميل قوي بتقولي فيه ايه؟ اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. واذكري بقى اسم الحاجة اللي انت هتعمليها، اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، في تدبير امري وفي تدبير منزلي وفي انجاز اعمالي في البيت. اقرب الدعاء الذي يخرج من القلب الى الرب، يعني بالبلدي كده، يا رب وفقني، يا رب اصلح لي حالي، يا رب دبر لي امري، اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، في تخليص شغل بيتي. اللي انت هتقوليه بالنية هيوصل لربنا، ربنا رب قلوب. تاني حاجة هندخل بقى في المطبخ نفسه، هتجيبي ورقة وقلم، خليكي ماشية بالورقة والقلم، يعني لو انت ذاكرتك ضعيفة زي كده امشي بالورقة والقلم، اكتبي كل حاجة انت عايزاه، اكتبي قائمة اكل لمدة اسبوع اسبوع، مش هتقدري تكتبي قائمة اكل لمدة شهر، شهر رمضان، اكتبي قائمة اكلك لمدة اسبوع اسبوع، يعني الاسبوع النهاردة هعمل مكرونة بشاميل وجلاش، بكرة هعمل مكرونة بصلصة وبانيه، هعمل مثلا مكرونة محمرة وبيض، هعمل اكل شعبي، الاكل اللي انتي ماشية بيه. بس اكتبي ورقة وقلم باللي في بيتك، يعني مش هنكلف نفسنا، ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي عندك في البيت مثلا خش شوفي تلاجتك فيها ايه والديب فريزر بتاعك فيه ايه، وقسمي الحاجه اللي عندك في تلاجتك وفي الفريزر على الاكل اللي انت هتعمليه طول الاسبوع. يبقى اول حاجه هنجدد النيه اطعام الطعام، هنسمي الله، هنكتب في ورقه وقلم قائمه طعامك، يعني النهارده هعمل كذا، بكره هعمل كذا. يعني انا هقول لك على حاجه، حددي هذه القائمه، يعني القائمه بتاعتك دي حدديها تبع اللي عندك في بيتك. انا عندي مثلا كيلو لحمه، وعندي فرخه، وعندي كيلو بانيه، وعندي كيلو لحمه مفرومه، تمام. اقول لكم هنعمل ايه بقى في كل دول. كيلو البانيه هقسمه على نصين، نص منهم النص ده ممكن اقسمه على ربعين، ربع اعمل منه اتنين بيتزا، وانا منزله فيديو عامله بنص كيلو اربع بيتزات ما شاء الله كبار، يعني ربع كيلو هتعملي بيتزتين كبار يعتبر وجبه، والربع كيلو تاني ممكن تعملي طبق ريزو مع الرز، يبقى دي اكلتين نص كيلو، تمام. هيبقى عندك نص كيلو تاني بانيه، ممكن تعملي منه شاورما، تعملي بانيه عادي مقلي، تعملي منه كفته فراخ. يبقى شوفي احنا قسمنا الكيلو لعندك، يعني كل البانيه هتعملي منه، ممكن تعملي بانيه شاورما بيتزا ريزو كفته فراخ، يعني هتعملي منه حاجات كتير جدا، تمام. كيلو اللحمه المفرومه هتعملي ايه؟ هيبقى عندك نص ونص، ممكن نص تعملي حواوشي، نص الحواوشي بيعمل 10 ترغفه، بس كتري البصل شويه والتوابل بتاعتك، انا بحط شبت وبقدونس عليه خضره، هيعمل لك 10 ترغفه، يعني ما شاء الله عليهم ممتازين جدا.
نص كيلو اللحمة التاني هتعملي منه صينية مكرونة بشاميل ولفة جلاش. نص كيلو، انا بعمل النص كيلو صينية المكرونة بعملها بكيسين مكرونة. ممكن الاكل ده يقعد معاك يومين. يبقى عملنا بكيلو اللحمة المفرومة، نص كيلو حواوشي، وصينية مكرونة بشاميل. انا دلوقتي حبايبي لحد نص كيلو اللحمه المفرومه، ان انا ممكن اعمل نص كيلو لحمه. لو عندنا كيلو لحمه هعمل نص كيلو حواوشي، هكتر البصل شويه والخضره، هيعمل لي 10 ترغيفه حواوشي. ونص كيلو اللحمه التاني هعمله صينيه مكرونه بشاميل وجلاش. كيلو اللحمه بقى هقسمه نصين، نص قطعه مع صينيه بطاطس ونص في كباب حله. يا جماعه انا بقول على اللي عندك، على قد مستواك وعلى قد اللي عندك في ثلاجتك. يعني عندك 2 كيلو، عندك 3 كيلو، على قد اسرتك. مشي نفسك ان انت تعملي بالكيلو او الاتنين كيلو ده اكتر من اكله، لان احنا في رمضان هما بيكتفوا بس بالعصير والتمر بيشبعوا. فاعملي الاكل على قد بس. وانت كمان لو عندك فرختين ممكن تقسميهم جزء بانيه، و يعني هتطلعي منه البانيه والوراك، واللي باقي من الفرختين، الحاجات اللي باقي من الفراخ دي ممكن نعملها في يوم شوربه. يعني يوم نقضيه كده من غير لحمه او فراخ او سمك، بتعملي بيتك، عندك مشوار، تعملي اكل على السريع كده. وكمان يا حبايبي عايزه اوصيكم بحاجه، ان احنا نسال الله البركه في كل شيء، في الصحه وفي الاولاد وفي الاهل وفي العمر. الرزق مش مال بس، الصحة رزق، والأهل الحنينين رزق، والصحبة الطيبة رزق، وتيسير أمورك رزق، والتوفيق من عند الله رزق. تمام، عايزين بقى دلوقتي نقول الدعاء المستجاب. علشان دعائك استجاب في شروط. أول حاجة تسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، وتصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة تنحل بها العقد، وصلاة تفرج بها الكرب، وصلاة تيسر كل معسر، وصلاة بإذن الله تشفي المرضى، وصلاة تزيدنا رضا حتى نرضى. وتدعي دعائك تقول إيه بقى؟ اللهم اللهم، هنقول اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا رب المستضعفين، ويا ذا القوة المتين، ويا أرحم الراحمين. بصي هقول لك على حاجة، أفضل الدعاء ما يخرج من القلب يصل إلى الرب. وتكملي تقولي اللهم اجمع بيني وبين حاجتي كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرني عجائب قدرتك في تحقيق ما أتمنى. وتدعي الدعاء اللي انت عايزاه، وبعد ما تخلصي دعائك تختمي بالصلاة على رسول الله تاني، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عشان تضمني دعوتك تستجاب لازم تبتديها باسم الله، وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وبعد، وتدعي باللي انت عايزاه، وتبقي موقنة بالإجابة. يعني عندك يقين ان ربنا هيستجيب لو الحاجة دي او الدعاء ده في رزق ليكي او هينفعك، هيستجاب. انما عسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشرا لكم. يعني انت بتدعي الدعوة وتقولي ليه بس ما استجابتش، ما يمكن فيها ضرر ليكي، محدش عارف، لا يعلم الغيب الا الله، والله اعلى واعلم بامورنا. ممكن يكون ربنا بيدبر لك امرك وانت ما انتش عارفه. لطفه يجري وعبده لا يدري. يعني ممكن يكون ربنا بيجمع لك دعوتك وهيبعتها لك في الوقت المناسب. يمكن وقتها دلوقتي مش مناسب، في ضرر ليكي. كل حاجه لها وقتها، وكل شيء بسبب، والله اعلى واعلم. وعايزه كمان اقول لكم على حاجه، ريت كل واحده مننا تسعد نفسها بنفسها. يعني ايه؟ محدش عارف اللي جواكي. الناس عباره عن وشوش مبتسمه، محدش يعرف ايه اللي جوا التاني، ومحدش يعرف العمر خد من الانسان قد ايه. فاسعدي نفسك بنفسك وارضي. الرضا، من رضى بقدري اعطيته على قدري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بيقول من رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هترضي باللي حواليكي، هترضي باللي قسمه لك ربنا، هترضي بكل حاجه، هتسعدي نفسك بنفسك وتحسي بالسعاده.
بص يا حبايبي، في دعاء كمان جميل. انا جربت الادعيه دي وبتمنى من ربنا ان انتوا تجربوها، يعني هتحسوا بفرق كبير جدا والله ما تدعوا بيها. في برضك دعاء جميل تاني: اللهم ارني تدبيرك فيما اريد بحولك وقوتك، انك على ما تشاء قدير. اي حاجه هتستصعب عليكي، اي امر هيبقى صعب عليكي، الحوقله. اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. انت بتخرجي قدرتك وقوتك، بتخرجيها لربنا. هو بقى ربنا القوي المتين، هو اللي هيظبط لك كل امورك. اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. ومن الاسرار العليا كمان: قل هو الله احد، كنز من الكنوز. قل هو الله احد لو داومت عليها او على قراءتها 11 مره صباحا ومساء لمده 3 ايام لتفريج القلوب. بصي، كل كروبك وكل احزانك هتفرج، وكل احزانك هتبقى باذن الله افراح. في حاجه كمان: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ممتازه، لو قلتيها الصبح لن يصيبك بلاء حتى مساء، ولو قلتيها مساء لن يصيبك بلاء حتى صباحا. احنا دلوقتي طبعا بنمر باوقات صعبه جدا، يا رب يزيل الغم عن هذه الامه ويفرج كروبنا جميعا. المرض والوباء المنتشر ده حاليا، في ادعيه جميله برضك، في دعاء جميل جدا هتقولي ايه: اللهم حصنت نفسي وزوجي واولادي، وتقولي اسماء اولادك ومنزلي اعلى واسفله داخله وخارجه، من الحسد والغرق والحريق ومن كل شر وبليه ومن هذا الوباء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى قد ما تقدري قوليه، هقول تاني: حصنت نفسي وزوجي وأولادي، وتقولي أسماء أولادك، من الحسد والغرق والحريق ومن كل شر وبلية ومن هذا الوباء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله. واذكري بقى أحبتك وأهلك وأقاربك وأصحابك وجيرانك، هتقولي برضك: حصنت نفسي ومالي وزوجي وأولادي وأهلي وأحبتي وجيراني وكل من أحب بألف لا حول ولا قوة. وفي دعاء كمان: لما يكون حد ظلمك وعايزة تفوضي أمرك لله، طبعا هتقولي: وأفوض أمري إلى الله. تمام، وتقولي إيه بقى: اللهم رد عنا بسهم قهرك من أراد أذانا، وأيد بمكينة جبروتك مقامنا وحمانا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. جميل جدا الدعاء ده، على طول نفوض امرنا لله ونقول: اللهم اجعلنا ممن توليتهم برحمتك. خلاص، خلصنا فترة الادعية او المدة اللي هنقول فيها الادعية. هنرجع تاني للمطبخ. اول ما ندخل المطبخ نسمي الله ونستحضر نية إطعام الطعام، وانتي بتقيدي بتشغلي البوتاجاز: اللهم أجرني من النار في الدنيا وفي الآخرة. وانتي بتحضري أكل، بتحضري فاكهة: اللهم أطعمنا من ثمار الجنة. دايما رطبي لسانك بذكر الله، هيطلع الأكل جميل. بصي، وانا حطلك خلفية: لا تحزن، لا تحزني، ربنا هيكبر بخاطرك، واتمنى منكم ان انتوا تكبروا بخاطر اللي حواليك. ودعوه لجبر الخواطر: اكبري بخاطر اهلك، بخاطر اخواتك، اصحابك. يلا دلوقتي قومي، لو انت مزعله حد صالحيه، اكبري بخاطره. ربنا قال: وقولوا للناس حسنى واقيموا الصلاه. يعني طلب الحسنى الاول قبل الصلاه، مع ان الصلاه عماد الدين، بس دعوه لجبر الخواطر: اللهم اجبر قلوبنا وخواطرنا جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك وعظمتك. يلا قومي كبري بخاطر اللي حواليكي، واكتبوا لي في التعليقات على اللي انتوا عملتوه، واطلبوا مني اللي انتوا عايزينه اقوله في الحلقات، او اللي انتوا عايزين اعمله معاكم، وانا تحت امركم. وكل سنة وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.